رؤية الإصلاح السياسي هي كما هي مبينة عندكم بناء جزائر جديدة تجسد تطلعات الشعب في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية في ظل الاحترام الكامل للثوابت الوطنية عبر إصلاح سياسي يقضي على الاستبداد والفساد ويرسي دعائم ديمقراطية حقيقية ثقافة وسلوكا ويؤسس لدولة قوية تحت رقابة الشعب. نعمل على مباشرة حوار وطني شامل غير إقصائي هادف لبناء شراكة وطنية يدخل فيه الأحزاب وتشكيلها وقانون الأحزاب، يدخل في الأول تعديل الدستور وورشة ضخمة لتعديل الدستور بإنقاص صلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة وبناء اقتصاد تنافسي يحقق النمو ورفاهية المجتمع ويضمن الأمن القومي عبر اقتصاد منتج